السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درس اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي، نكمل وياكم كتاب النشاط صفحة 8 وصفحة 9. يونت 1 لسن 3، أخذت لسن 1 و 2 وإن شاء الله اليوم راح ناخذ لسن 3. أي write the country names with the correct spelling. يقول اكتب اسم البلد مع الإملاء الصحيح. هذه عندنا بلدان ويعني مكاتبيها بالمخربط وإحنا هنا نكتبها بالصحيح. نمبر 1 إيراك، هذا العلم العراقي إيراك، شوفوا هذا بالمخربط، فإحنا راح ناخذ إيراك. هذا كتبنا إيراك بال هو كلمات حروف بالمخربط ولازم هنا نصححها. يقول اكتب الإملاء الصحيح. هذا العلم جابان، اليابان نكتبه جابان، هذا جابان. ثري عندي تركي، يعني تركيا، تركي. فور مصر، ايجيبت، ايجيبت. وفايف تايلاند، 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 هذه تايلاند. هذني اسماء البلد، حفظ ذني. بي complete the sentences, use the words in the boxes, remember to use capital letters. يقول اكمل الجمل واستخدم الافعال اللي داخل هذا الصندوق واكتب يعني الكابيتال لتر، يعني بدايه الحرف. هنا عندي yes is iraqi is، هنا she from iraq، she from iraq، نخلي is اول حرف من كلمه is، يعني كابيتال لتر اي is. ها عيني is she from iraq، ايش نخلي هنا she، ايش اقول yes، هي هذا yes، yes she is، she is iraqi، she is iraqi. هذا هيك يصير هذه الجمل هم بالمخربطة، وإحنا نكملها يعني مو بالمخربطة، يعني كل من يقول مثلا عد الشي أخذ إز هنا يس شي. تو جاي نو وتركيش وآر ونوت. هنا عندي they from England وهنا they from England، شو نخلي آر، نقول آر they from England، آر الكابتن لتر، هو شوفوا هو بالسمول لتر، احنا لازم نخليه بدايته كابتن لتر. ار ذي فروم انجلاند، هنا شو نقول نو، هو ما دام عندي بالصندوق نو نكتب نو ايضا بالكابتن لتر. نو ذي نو ذي ذير نو نوت نوت ذير، هنا تركيش، تركيش. 3 French yes is is، شو نقول he from France، شو نقول is is he from France is، هذا بالكابيتال لتر is. هنا نقول yes ما دام عندي هي yes، yes he is، yes he is he's French. هذه بيج 8، ننتقل الى بيج 9. سي وات ناشوناليتي ار ذي رايت سنتنسز، هنا يقول لي السي هنا الجنسيات، يقول اكتب الجمل مثل عندي نمبر 1، يقول لي هنا they are Japanese، they are Japanese، يعني يقول ما هي جنسيتك، جنسياتهم شنية، ما هي الجنسيات، أو اكتب الجمل. number one they are Japanese، إنه
يابانيون. انهم يابانيون. تو هذا العلم العراقي، يحمل العلم العراقي. شو نقول؟ هيز إيراكي. هيز إيراكي. هذا الجنسيات حفظ. هيز إيراكي. ثري هذا علم التايلند، جنسيات تايلند، تاي. يعني شو نقول؟ انه يحمل، انها تحمل العلم التايلندي. شيز يعني هي بنيه، نقول شيز تاي، تايلند يعني. فور هذا يعلم بالله الايطالي. اي شو نقول؟ they are Italian. they are نقول they are Italian. هنا five his English. هذه اللي انجلترا. نقول his English. زين دي هنا took the correct ending. هنا يعني يقول شنو هاي الجنسيات، يا هي الصحيح الأحرف الناقصة. أدي جابان هنا شنو نقول؟ جابانيز. هنا ياته لأن هاي الجنسيات أيضا نحفظها. تو إيراك، إيراكية، إيراكي، إيراكي. إيجيبت، إيجيبت، إيجيبتن. هاي فور إيطالي، إيطاليان. وإنجلان، إنجليش. هاي عيني صفحة 8 وصفحة 9. كل التوفيق يا ربي.